الحمد لله طبعا على المكسب بالدوري، ونتمنى ان شاء الله، وطبعا بنهدي طبعا البطوله ديت لجمهور النادي الاهلي، والحمد لله على البطوله ديت، تاني بطوله ليا بعد العوده. ان شاء الله طبعا مركزين الفتره اللي جايه في البطوله اللي جايه، بطوله افريقيا. ماتش افريقيا اللي جاي ماتش طبعا صعب، ماتش العوده. ان شاء الله مركزين، ان شاء الله نرجع بنتيجه ايجابيه، وان شاء الله نفرح جمهور النادي الاهلي، ونعدي المرحله ديت، ونخش على المرحله اللي جايه ان شاء الله على خير باذن الله. ماتش العوده طبعا ماتش الاول كان في القاهره، الحمد لله اللي احنا قدرنا كسبنا مكسب كويس الحمد لله، بتبقى 4، وان شاء الله الماتش العوده باذن الله يبقى برضه مركزين على المكسب ان شاء الله، يبقى نقطه تحول لينا ان شاء الله للصعود باذن الله ان شاء الله. احنا مركزين الفتره اللي فاتت دي كلها طبعا، احنا نفنش الدوري بدري الحمد لله، وقدرنا ان احنا نعمل حاجه، وقدرنا نسعد جميع النادي الاهلي طبعا، ده اهم حاجه طبعا. وان شاء الله احنا مركزين ان شاء الله بطوله افريقيا السنه دي تكون دافعين ان شاء الله، وتبقى للجمهور باذن الله، وناخد بطوله افريقيا ان شاء الله السنه دي باذن الله ان شاء الله. المنتخب ان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا ان شاء الله في المعسكر اللي جاي باذن الله، وانا سعيد طبعا باسم اللي هو موجود طبعا في منتخب مصر، و شرف لاي حد يلعب بمنتخب مصر طبعا، وانا سعيد بالخبر ده، وان شاء الله اكون على قد المسؤوليه ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. في الاول نحب نهني انفسنا وجماهير الاهلي واداره ولاعبين وجهاز فني وعمال وكل الناس وكل محبي النادي الاهلي بالدوري اللي يعتبر دوري استثنائي طبعا، يعتبر دوري 40 اللي يخلي النادي يحمل النجمة الرابعة في القميص بتاعه. فالحمد لله توفقنا نحقق الدوري ده في ببعض الأرقام اللي ممكن تكون يعني التاريخ يسجلها، وننتظر إنه إن شاء الله نكمل الدوري بمستوى ممتاز واللي إحنا طالبينه. عن تنتظر فينا تحديات إفريقية يعني ما نشبش ننساوها الدوري، وكملناه تفكيرنا كله في ان شاء الله ربي يوفقنا وننتصر في مباراه العوده في ليبرفيل، مهم يعني مباراه مهمه تطلب منا تركيز وعزيمه وقوه شخصيه، نواصل في هدفنا الثاني اللي هو الهدف يعني الافريقي، وان شاء الله الاهلي دائما الى الامام. طبعا يعني في البدايه بقول الحمد لله السنه دي ربنا كلل جهودنا وحققنا بطوله الدوري قبل نهايتها بست اسابيع، ده ان دل يعني دلالته يعني حاجات كتيره جدا، الناس كلها اشتغلت، الناس كلها تعبت، كل واحد كان ليه دور في 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 اللحظه اللي احنا وصلنا لها بتتويج للمسابقه، من يعني كابتن حسام وجهاز واللعيبه تعبوا وتحملوا ضغوط كتيره جدا علشان نحقق البطوله. يعني بعد ما نهائي افريقيا احنا لحد دلوقتي بنلعب مباريات متتاليه، الحمد لله بنحقق انتصارات، بنحقق اداء مميز، يعني كنا قادرين ان احنا نكسب البطوله، والحمد لله كسبناها عن جداره واستحقاق. ببارك لزمايلي كابتن حسام وجهاز واللعيبه والاداره، وطبعا جماهير النادي الاهلي اللي دايما بتحب البطولات. وان شاء الله يعني الفتره الجايه نوعدهم ان احنا نشتغل افضل واحسن، ونجهز نفسنا للمرحله الجايه، وعندنا افريقيا بقى لها 5 سنين بعيده عن النادي الاهلي، ان شاء الله يعني تدخل السنه دي بطولات النادي الاهلي ان شاء الله. طبعا يمكن بدايتنا في افريقيا كانت مباراه مهينة، الحمد لله عملنا نتيجه ايجابيه، نتيجه كويسه، ولكن الحسم ان شاء الله هيكون في الجابون، واحنا رايحين دلوقتي ان شاء الله نوصل بالسلامه ونلعب مباراه ونكسب كمان، ناكد جدارتنا بالصعود ونرجع مفرحين جماهيرنا، وبعد كده هيبقى خلاص يعني انت خلصت الدوري كسبته، وعندك بطوله الكاس هتكمل فيها، بعد كده هتقفل الصفحه شويه لان هيبقى في كاس العالم، وبعد كده تبدا تشتغل على افريقيا من جديد والموسم من جديد، اكيد هيبقى في متغيرات نتمنى تكون ايجابيه، نتمنى تكون في صالحنا، نقدر نتعامل معها بالشكل اللي يحقق نجاحات اكتر وبطولات اكتر للاهلي ان شاء الله. حلم يعني حلم كبير طبعا للجهاز وللنادي واكيد للجماهير كمان، خاصه من السنه دي يمكن المتاهل هيلعب في اليابان، واحنا متعودين نروح اليابان، فيمكن ان شاء الله يكون اليابان وشاحلوا علينا ونحقق البطوله ونوصل ونلعب هناك ونحقق مركز كمان ان شاء الله.